ولو احنا طلعنا على الخريطة بتاعت الوطن العربي يمكن نلاقي سيناء أقرب لفلسطين أو رباطها في فلسطين أكثر ما هي رباطها بمصر. أولادنا ما بيعرفوا كيف كانت العلاقة بين سيناء وبين غزة، بس احنا بنعرف العلاقة كيف. ألم جداً يكون هنا بيننا جدار، ألم جداً يكون بيننا فواصل، ألم جداً يكون بيننا حواجز، مش مؤلم. والنكبة في 48 تم تهجير الناس قصرا من بيوتهم ومن أراضيهم ومن أملاكهم. هي فعلا هي أيام نكبة لأبناء الشعب الفلسطيني. أنا علاء عطية عبد العزيز عيسى من بلدة زدود. والدي وأجدادي عاشوا في بلدة زدود والتي تم هجرتهم قصرا في 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 النكبة 48 مع حوالي 700 ألف فلسطيني، جزء منهم هاجر إلى سيناء. يعطيك العافية، لأنه ما كانش في حدود ما بين الطرفين، كانت كلها أرض واحدة من عند قناة السويس لغاية منطقة اللي هي غزة. أنا يعني نفسي وأنا صغير يعني عمريش حسيت انه بالفعل انه يعني في اي هناك حواجز او فصل بينه وبين اهل سيناء، بل بالعكس كنا عايشين شعب واحد. الحكم المصري بدا عندنا في قطاع غزه من ال 48 لغايه ال 67. احنا كنا وطن واحد من غير حدود، من غير حواجز، من ال 48 ل 82. يعني ما كانش في فواصل بين فلسطين وبين سيناء. أنا اسمي محمود عطا الله عبد العال أبو علوان من قرية زرنوقة قضاء الرملة. أنا كنت محظوظ كتير إني عشت نص حياتي بعيد عن تقسيم الخرائط، تقسيم الأوطان اللي قسمهم سايكس بيكو. لما احنا هاجرنا على سيناء يعني كناش حاسين بغربه، ولا كنا حاسين انه احنا اساسا مهجرين موجودين، لانه من نفسهم عاداتهم وتقاليدهم زي عاداتنا وتقاليدنا واحد، وكانوا يحبونا ونحبهم، وكنا عايشين كعائله واحده مع بعض. قبل الجدار حرية، لا حدود ولا فواصل، ولا بتشعر انك انت انتقلت من سيناء لغزة. علاقة قرابة، علاقة دم، علاقة عادات، علاقة تقاليد، علاقة وجدان، علاقة احساس، علاقة اخ لاخيه. صعب انك تفصل هذه العلاقة ولو تجمعت علينا جميع الاشياء. انا ناجح سويلم غيث الحميدي من قبيلة الطرابين. عشت حياتي متنقل ما بين سيناء وما بين غزة. عطي على النار يوم جدي. يعني الطرابين موجودين في غزة وموجودين في سيناء. احنا جسم واحد، احنا وترابين فلسطين. يعني انت بتعيدني لذاكرة كانت احيت في اشياء كثيرة هيجت عندي فؤادي. اللي هو بعد الهجرة 48 ابوي ما هاجر لغزة، ابوي هاجر، ابوي في سيناء، ونظرا لمرض الوالدة اضطر ان ابوي يجيبها على غزة
حتى يعالجها في مستشفى البريد، مستشفى الأمراض الصدرية. هذا كلام في 1952. قعدت فترة كثيرة وهي في المستشفى، بعدين جابتني بحكم المستشفى وإنه في قطاع غزة، سكننا في قطاع غزة. فأنا انولدت في خان يونس. لما أنا كبرنا صرنا نتنقل ما بين قطاع غزة وبين سيناء، نمشي ونجي، ما واحد يعرضنا، ما واحد يقول لنا وين أنتوا. أنا على البس على الدراجة الهوائية على البسكليت مشيت من خان يونس للشيخ زويد ورديت ثاني. أنا سامية الأغا من سيناء، هاي الهوية المصرية. وبعد ما زوجت أبو محمد كمان طلعت كمان هوية فلسطينية، وهي الهوية الفلسطينية. هذا العسكر اللي على حدود الفوق، هذا موجود فوق بيتنا، هذا بالضبط مكان بيتنا اللي عشت فيه أنا وأهلي. أنا قاعدة الحين جنب شريط الحدود في فلسطين، بيتي موجود هاي في الرفح، رفح سيناء. أنا من عائلة الأغا، عائلة الأغا موجودة في رفح المصرية، نصها في فلسطين. أبويا كان يشتغل في الأشغال فلسطين، كان يروح ويجي عادي، ما فيش ما كانش محطوط الساعة لشريط الحدودي. كان يجي يسقي الأرض، موجودة المكنة في الحدود المصري، وأرضنا كانوا يجوا يسقوها. هذا كل الحديد غاد، كلها أرض واحدة. كانوا حتى صلاة الجمعة يروحوا يصلوها في الجامع الكبير في البلد. كانوا لما يروحوا يصلوا سيدي وأبويا كانوا يركبوا الجمل أو ويروحوا يصلوا في البلد، في بلد خانونس الجامع الكبير. هذا في اللغوات، لأنه موجود اللغوات هنا. كان عادي يطلعوا وينزلوا، ما بعرفوش إنه هذا بلد وهذا بلد، كانت كلها بلد واحدة. من جذر 48 أيام ما هاجروا أهل فلسطين وكتلوهم، هاي الخلانة أروح للجيش. في أقارب ماتوا في الحروب اللي قبل وبتذكرهم، خبيت بعدين أكون جندي من جيش التحرير الفلسطيني. أنا أبو كفاح قديح، كنت جندي في جيش التحرير الفلسطيني في 65. التحقت بجيش التحرير الفلسطيني يا محمد الشقيري في قطاع غزة. 71486 جندي مجند، الكتيبة 23، تمام يا فندم. فهذا المكان كانوا يدربون الضباط الفلسطينية مع ضباط مصرية، يعني فيش فرق بين الضابط المصري والضابط الفلسطيني. هذه صورتي العسكرية في 65 اتصورتها أنا، كنت أيام طالب ثاني ثانوي أيام اتصورت هذه في 65 أيام أحمد الشقير الله يرحمه، لحتى الآن وأنا محتفظ فيها وعليها كتوبتي واسمي عليها. شايف كم سنة؟ حوالي فوق 50 سنة وأنا محتفظ فيها. والله أنا كنت في السعيد ببدال بضرب الدبابات، كنت في الأوائل في ضرب النار. قبل نكسة 67 القطاع كان ما فيهش وسع، يعني بالدفعية بيبدال ياخذونا نتدرب وين في رفح سيناء. كنا نطلع من رفح للعريش 50 كيلو رايح و50 كيلو جاي بجميع مخبرتك العسكرية، خوذة حديد يمكن وزنها 3 كيلو، وملابسك وجميع مخبرتك وسلاحك الشخصي كله على كتفك شايله على ظهرك، ولا تكل ولا تتعب، رايح جاي ولا في تعب ولا أي حاجة. كانت أيام شباب والواحد عجيبته قوية جدا، مش زي اليوم، كانت عجيبته قوية. الشاي من غير مرمي في فلسطين ما بنشربش، ملوش أي نكهة. كمان أهل سيناء زينا يعني نفس الشيء، يعني عندهم المرمي ضروري كتير كتير للشاي.
هذه الشنطة فيها ذكريات 45 سنة فاتت من عمري، يعني ذكريات ما بين فلسطين وما بين سيناء. هذا هو عقد الزواج اللي أنا تزوجت فيه زوجتي، هي طبعا من معسكر كندا من عائلة يحيى بلدة حتى. هذا هو عقد الزواج، هذا صادر من منطقة الشيخ زويد أبو طويلة، وهي عليه الختمات النسر المصري. كمان أولادي أنا حصلين على شهادات ميلاد، شهادات ميلاد مصرية. أنا عندي حليمة وأحمد ورنا، شهادات ميلادهم هي شهادات مصرية. أنا هم مواليد أساساً مواليد سيناء يعني. هذا أحلى ذكرى في حياتي، هذا عقد زواج والدي من والدتي. والدتي كانت سكان انصرات ووالدي سكان العريش، وإجا من العريش وخطبها وأخذها وتزوج في العريش. المهر كان 5 جنيه مصري، بعدين مختوم بالنسر المصري، وعندك هنا اللي هو إدارة مناطق الخاضعة، المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين، وهي الدمغة المصرية، 5 قروش مصري الدمغة. هذه صورتي أنا ووالدتي ووالدي وأخويا وأنا عمري 5 سنين. يعني هذه إقامة، يعني نوتة أو إقامة مصرية، نوتة التنقلات اسمها، كل هيتا نوتة التنقلات. عشان هي كانت يعني ما فيش فاصل بين العريش وبين قطاع غزة، ولا كان أي مشاكل. مين اللي بده يجي بيجي، ومين اللي بده يروح بروح، من الفلسطينيين. هذه الشنطة اللي معاي هذه بحتفظ فيها بصور، بذكريات، من ذكريات هالاختيار اللي فر في الدنيا. ما شاء الله، يا سلام، كل صورة بتعبر عن زمان وعن مكان وعن حدث معين. هذه شهادة الميلاد. والله ناجح وسويلة ملحميد، مواليد خان يونس، بشهادة ميلاد مصرية، لأن كان الحاكم الإداري كان حاكمنا في غزة وسيناء مصري، يعني كان ما في فرق بيننا وبين سيناء والعريش وغزة. قبل الجدار كانت الأسواق في سيناء في العريش في بير العبد في الشيخ زويد كانت تعج بالناس من غزة. إيش نوع البضايع اللي معهم؟ هذا يعني صورة سوق قبل الجدار. صارن في دكاكين لناس من غزة في الشيخ زويد وفي العريش وفي الأماكن البعيدة، يعني يسكنوا غاد الموسم ويروح، يعني الناس بتتنقل ورا الرزق. يعني العملة اللي كانوا بتداولوا فيها في غزة وفي سيناء العملة المصرية، جنيه المصري. يعني أنا بعرف إنه والدي كان بيشتغل تقريبا يمكن في اليوم بجنيه ونص مصري، يعني حياة عادية. إيش تأخذ مصروفك على المدرسة؟ يا تعريفة يا قرش. الطريق هذا اللي بمشي فيه هذا بربط بين سيناء وغزة قبل مسير الجدار. من الطريق هذه كنت أجي من بيتنا في سيناء بروح على مدرستي في غزة. أحلى أيام عشتها في هذا البيت. هذا الطريق تبعتنا، هذا اللي كنت نروح فيها على المدارس مفتوحة، هاي كنا نروح على المدارس من هنا. كانت طريق رملية، يعني كنا نروح عليه نمرق على طول عليه، فش خطوتين نصل نروح. كنا نشتري ملابسنا من غزة، أكلنا من غزة، نتعلم في مدارس غزة، فش أقرب لنا غير إيش غزة.
ما كناش نعرف العريش بالمرة. كل يعني نطلع الآن هي غزة أقرب إلنا أقرب إلنا من جو من بلاد تانية. لما كنا في جيش التحرير الفلسطيني كانوا يعطونا حصص زي المدرسة 5 حصص في الأسبوع مرتين 3 توجيه معنوي وفي روح وتبشير وكل حاجة ويكتبونا زي المدرسة توجيه معنوي. والله كانت ترفع معنوياتنا يعني زي 90% تذكرنا عن فلسطين وعن الوطن وعن العودة لأرضنا وكيف اليهود هذا اغتصب أراضينا كيف أخذها منا وكيف أجوا نامة مع هذول اليهود وأخذوا أراضينا. أين الآن على الحدود؟ هذه القلبة المصرية، الجيش المصري، وهذه القلبة الفلسطينية. طبعاً هذه ما كانتش موجودة قبل 82، هذا كانت كلها موجودة منطقة واحدة. هذا المكان يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا الآن يعني الآن برجع إلى 30 سنة فاتت من وجودي على الحدود، بطلع على المعسكر اللي أنا تربيت فيه اللي أنا عشت فيه. هذا بيتنا في 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 معسكر كندا أيام كنا موجودين في 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 رفح سيناء. هذا المكان هو فعلا هذا البيت تبعنا في في معسكر بيت المختار أبو حكمة رحمة الله عليه في معسكر كندا. كنت بطلع من هنا من 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 هذا المكان من 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 سيناء في معسكر كندا، كنت بروح على على هذه المنطقة اللي بسموها كنا نطلع عليها دائما واحنا صغار نسميها طلعة الصوفة. هذا تودينا على المدارس بتاعتنا في 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 رفح فلسطين. يعني أول ما بدينا احنا في المدرسة ما بقاش في نعرف إنه في تعليم فلسطيني وتعليم مصري. احنا عايشين مع ناس عاديين، احنا منهم وهم منا، والمنهج التعليمي واحد لأنه الدراسة كانت كلهيتها منهج مصري. حتى في قطاع غزة هنا عندنا هنا كان التدريس مصري. اللي هيها استمرت سادس ابتدائي اللي هو يعني مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، شهادة اتمام الدراسة الابتدائية، مديرية التعليم والثقافة قطاع غزة وشمال سيناء أو سيناء حتى بالأحرى مش شمال سيناء. هدول أرقام الجلوس. برضو مديرية التعليم والثقافة لقطاع غزة وسيناء. يعني أنا درست ثالث إعدادي وأولى ثانوي وثاني ثانوي وأنا موجود في سيناء في 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 رفح سيناء. أنا حصلت على على شهادة الثانوية العامة اللي هي تابعة للتعليم أو المنهج المصري. يعني هذه هي شهادة الثانوية العامة اللي أنا حصلت عليها في 80 81 قبل فصل 82. يمكن كانت هي آخر شهادة بتهيالي لأهل فلسطين اللي هو أيام جيلنا. يعني بعد بتهيالي بعد 82 فعلا ما عادش إصدار اللي هي شهادة الكرتون اللي هي الشهادة المصرية اللي بتصدر من جمهورية مصر العربية. تصحيح ورق الامتحانات كان في مصر، ولما تطلع النتيجة تطلع على إذاعة صوت العرب، نقبل فتحين الراديو نستنى رقم الجلوس، نسمع كل واحد يسمع رقم جلوس ويشوف هو ناجح ولا مش ناجح. فاحنا كنا مرتبطين بمصر ارتباط كلي من الألف إلى الياء، حتى كل قطاع غزة كان هذا الكلام. أنا يعني ربيت تربية بدوية ورعيت الغنم منذ نعومة أظفار من وأنا طفل وأنا برعى الغنم ونحضر مجالس للقضاء. أنا بديت الحياة الكروية
وأنا عندي 12 سنة وأنا موجود في سيناء في معسكر كندا. وانطلقت من هناك من نادي رفع سيناء في اللي حب كرة القدم. وكنت الحمد لله لاعب مشهور مميز في رفع سيناء. كنت مدافع شرس. كان كثير من اللاعبين بيجوا من جمهورية مصر العربية كانوا بيلعبوا عندنا، كانوا يعني بيحبوا لعب كثير. الوالد رحمة الله عليه عطية عبد العزيز عيسى من بلدة زدود هو كان مختار معسكر كندا، وكان معترف فيه من السلطات المصرية. كان بيستشيروه، كان بيبعتوه يعني كثير على المناطق في سيناء للمساعدة في حل إشكاليات أهل سيناء، لخبرته، لمكانته الاجتماعية الموجودة واحترامه ما بين قبائل أهل سيناء. في من غزة جت قضية كلفت بيها أنا، كلفت بيها وين في سيناء لناس من غزة شارين أرض وين في سيناء في منطقة بيقولوا ليها المسمي تابع للعريش، فكلفوني رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة، فقالوا لي يا أبو فهد تروح تشوف الأرض وتوقف لنا عليه وتجيب لنا الحقائق. كتبوا لي كتاب اللي هم رابطة علماء فلسطين، هذا هو الكتاب. الكتاب نصه إن بنطلب من إخواننا في سيناء ومن الجهات المختصة إنها تسهل عملية اللي هو ناجح سويلم الحميدي في بالنسبة للأرض. مسجل اسم الرجل هنية، الرجل الطيب الأمين على أرض الغزاويين، الأمين على أرض الفلسطينيين اللي من قطاع غزة. فذهبت لهذا الشخص وقلت له أنت شريت من الأرض؟ قال نعم، وإذا أحببت الذهاب إلى غزة أنا جاهز لأن أذهب وأشهد في شهادتي أمام المحكمة في غزة، إحنا وإنتوا واحد، وأشهد إنه الأرض هذه أنا بعتها كذا 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 كذا، وحكى لي بالتفصيل. فشكرت هذا الرجل. هذا الملعب كان بتاع 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 شباب كندا، هذا المكان اللي انا بشاور لك عليه، هذا هو المكان خاص كان بملعب شباب كندا. وكان قبل 82 كانت بيجينا فرق من فلسطين بتلعب معانا في هذا الملعب. طلبنا الاخوه المصريين مع برعايه الوالد رحمه الله عليه، وعرضنا على المصريين انه احنا لازم ان نمارس نشاطنا الرياضي زينا زي أهل سيناء، لازم يكون لنا نادي. فالمصريين الإخوة المصريين مشكورين عبر وزارة الشباب والرياضة، تم الموافقة إن على حصولنا على نادي اسمه نادي شباب كندا برفع سيناء. هذا النادي حصل على بطولة الكاس، وهذا الكاس اللي حصلنا عليه بهذا الفريق. هذا أول فريق تأسس لنادي شباب كندا. يعني بصفتي الرياضي كانت تربطنا علاقات قوية مع الرياضيين في رفع سيناء، وتطورت إلى علاقة قوية مع الأخوة في النادي الأهلي المصري، وعلى رأسهم اللاعب المشهور المحبوب لاعب الوطن العربي اللاعب المصري اللاعب محمد أبو تريكة. يعني في أحد المرات أنا زرت النادي الأهلي، هو بالفعل يعني من حبه للشعب الفلسطيني، طبعا هو يعني هو رجل يعني لاعب قدير محبوب بيعشق حاجة اسمها فلسطين. فهو طبعا قام هداني هو فنينته الخاصة، هذا التيشيرت هو خاص، يعني هو جابه من الدولاب بتاعه الخاص به، وهداني هدية منه إلى الشعب الفلسطيني، وطبعا بيحمل رقم
22. قبل 67 كان زمن جميل جدا، لأنه كان زمن الوحدة، كان زمن الوحدة العربية، وكان الضباط المصريين والجيش المصري كان بيدرب شبابنا وبيدرب جنودنا وبيدرب ضباطنا. الحكم المصري، الإدارة المصري كان مستمر عندنا من 48 ل 67، وكل الاحتفالات اللي كانت تصير كانت احتفالات مصرية واحتفالات فلسطينية كمان، ولكن كنا بنرفع العلم المصري والعلم الفلسطيني، لأنه احنا ما كناش حاسين انه هذه مصر وهذه فلسطين، احنا حاسين بوحدة عربية، احنا حاسين انه احنا شعب واحد ومصير واحد. من ميزة المجتمع الواحد انه لا توجد فواصل بينه، من ميزة المجتمع الواحد انه يشترك في ظواهر طبيعية، في ظواهر اجتماعية مشتركة. من ميزة المجتمع الواحد انه يشترك في لهجات، في لهجة معينة واحدة، مشترك في مصير واحد. هذه صورة نادرة لمحطة القطار في مدينة العريش في نص سيناء، في سيناء على البحر. هذه المحطة كان القطار لما يطلع منه ويلقى على غزة بيركبوا الركاب اللي جايين على غزة، زي الناس اللي بيجوا تشتغل، زي الناس اللي محملة بضايع من سيناء. موقع هذا المكان اللي احنا فيه، هذا موقع مكان القطار اللي كان بيربط قطاع غزة بمصر، وهذا مكان اسمه المحطة، محطة دير البلح. فهنا كانوا بيركبوا الطلبة اللي كانوا بخلصوا توجيه هنا في قطاع غزة، كانوا بيركبوا في هذا القطار وبتروحوا على الجامعات، على الجامعات في مصر، وكانوا بيتعلموا وبيرجعوا عن طريق القطار. هذا كله كان قبل 67. القطار هذا معلم من معالم وأثر من الآثار الموجودة حتى الآن، والحمد لله. هذا القطار تأسس في عهد الإنجليز، هذا الخط تقريبا من 1918، تقريبا من 1918 هذا تأسس الخط، موجود من حيفا، من بدايته من حيفا لغاية ما تصل آخر القاهرة. الكل كان عارف في حرب في 67، حرب حزيران، الكل كان متوقع هذا. هم الطيران اللي نفحهم اليهود، الطيران والدبابات. جميع المطارات ضربوهم، لما ضربوا المطارات الجيش المصري كله انهزم، فيش عندهم غطاء جوي، هاي سبب الهزيمة. عرفنا الجيش المصري من أول يوم انهزم، لكن احنا ضلينا نحارب أسبوع في قطاع غزة. بس الهزيمة ما جتش منا، أجت من غيرنا الهزيمة، دفعنا وحاربنا وكانت معنوياتنا مرتفعة. بس الهزيمة لما انقطع خط الرجعة عنا فقدنا الأمل خلاص. الذاكرة محفورة في رأس السيناويين، محفورة ذاكرة شارون وهو بجيشه بطارد في العساكر المصريين العزل بعد الهزيمة. الجندي بعد الهزيمة وينسحب من الميدان ورامي باروت ورامي كل حاجة، إيش بتقتل فيه؟ أسير. قتل الأسير هذا عدى كل أخلاق الديانات. إيش أوصف لك؟ مأساة، مأساة المجروح ومأساة الأسير ومأساة اللي كملت من المي ومات من العطش، ومأساة خيانة، خيانة، خيانة عربية كلها، خيانة، ضاعت حقوق سيناء وضاعت حقوق غزة بخيانة القيادات، بخيانة الزعامات. صرنا تحت حكم إسرائيلي. إسرائيل تحتل الوطن العربي، من الوطن العربي ثلاث جبهات يا راجل، ثلاث جبهات تحتل سيناء 60,000 كيلومتر. احنا لما انهزموا في القطاع وفي سيناء اتجهنا عن طريق البحر، طريق المواصي من هنا رفح سيناء، ضلينا مشيين مع خط الهدنة من هنا لما وصلنا الشيخ زويد، وصلنا العريش.
قبل ما اصل هنا يمكن مسافه نص كيلو شفت اليهود. لما شفت اليهود اجيت على دار هنا في المواسم هذول تبعين المصريه رفح سينا، قلت لهم بدي اعطيكم السلاح تبعي وتعطوني قميص وبنطلون حتى تعرفون حطيته ما رمتوش. اعطيت لهم واعطوني قميص وبنطلون وغيرت وجهي حتى لو صار حاجه محتاج اعرف وين السلاح حطيته، لان اليهود كانوا بيراقبوني وبطلعوا فينا. انا كانت معي حريم وطنيات ولبست قميص وبنطلون يعني ما طلعوش لي ما قولوش لي وين كان. جيت مع الحريم وضيقت نافذ عقلني من هنا، كنت متألم جدا في هذه اللحظه. كان موجود الاحتلال الاسرائيلي هو اللي مسيطر على المنطقه، وكانت الامور كلها مفتوحه لغايه العريش، الناس تروح وتيجي على بعضها، ما فيش بينهم حدود، ما فيش بينهم فواصل. يعني انا بتذكر كان على المستوى النضال والعمل الفدائي كان هو مشترك ما بين المناضل الفدائي السيناوي والمناضل الفدائي الفلسطيني. ما كناش نحس انه هذا من سيناء او هذا من فلسطين، كله كان فدائيه واحده. كان الحلم الفلسطيني السيناوي هو حلم واحد، شعور واحد، يتم تحرير فلسطين وسيناء من الاحتلال الاسرائيلي من قبل الجيش المصري. انت لما تسمع في البيانات الدبابات المصريه تعبر عبر الجسور العايمه على قناه السويس وتخترق اكبر خط دفاع في العالم كله هيته وتدخل لشرق القناه. شيء هذا حلم، هذا حلم. اسرائيل كسرت مصر البعبع الاسرائيلي، كسرت ناموس الجندي الاسرائيلي، كسرت معنويات الجندي الاسرائيلي. كانت الاجواء يوم العاشر من رمضان اجواء نصر واجواء تهليل وتكبير، عمت جميع المدن اللي على ساحل الابيض المتوسط لحديت غزه. يا الامام يا رجل السلام، شاهدت الكتله الغربيه تحيي رجل السلام. لقاء الأوفياء، لقاء إخوان غزة. بعد حرب 73 أكتوبر 73 فضلنا نستنى يعني دخلة الجيش المصري أو المصريين لسينا. قالوا جاي السادات يعني يحتفل بمرور عام على عودة سيناء في 25/5/80. فأنا كان عندي كاميرا، والله موجودة عندي لليوم الكاميرا، مضبوبة كاميرا صغيرة 36 صورة عبيت فيها فيلم. وهذا جندي مصري معنا في الصورة. يعني كنا الواحد كان فرحان إنه بما إنه من مصرية استردوا سينا وقاعدين مع بعض ومبسوطين. كنا بنقعد مع العساكر ونستقبلهم ونحييهم، وأوقات ناخذهم معانا على بيوتنا يعني نشربهم عصير نشربهم شاي. وفي يعني زي حب سبحان الله من البني آدم حس إنه البلد تحررت. هذه السيارة لحظة مكان السادات ومبارك قدامي يعني، بس برضو في مسافة لأنه احنا ممنوعين نقدم في التصوير. فصورتهم هم في السيارة هيهم هم بيشاوروا يعني بديهم للناس بحيوا الناس. فكتير في صور، كل الصور هذه فيلم كامل، فيلم كامل للجيش المصري والأمناء الشرطة والناس الشعب يعني كان ملتحم فيهم التحام كبير. وهي برضه نفس المكان، كلهم في نفس المكان يعني. بعد ما صورت التصوير هذا رحت غيرت ملابسي ولبست وطلعت مع قصر الثقافة، وكنت في كورال الموسيقى أقدم معهم عرض للاحتفال اللي هو بعودة سين، لأنه كنت بس في قصر الثقافة مع كورال الموسيقى، كنت بغني معهم في كورال الموسيقى وكنا بنحتفل يعني احتفلنا بال. كان موجود السادات وكانوا موجودين هذول كلهم الضباط والمحافظ والناس يعني كبار البلد. Thank you.
السلام ردت الدنيا علينا بالسلام بالسلام احنا بدينا بالسلام ردت الدنيا علينا بالسلام يا سلام يا سلام. كنت اروح من المشغل من الطريق هذه كنا نروح الصحبات مع بعض هو ساعات لما نروح مع بعض وانا نتذكر كل حاجه نضحك في الطريق يعني واحده حلمت بتقول انا حلمت انت هتلبس البدله البيضاء الاسبوع الجاي انا بدي البس البدله الزهر انا بدي البس وكلنا تزوجنا في نفس الشهر ابو محمد كان عايش في رفح الفلسطينيه وانا في رفح المصريه اول مره شافني في الطريق قالوا مين هذه قالوا فلان الفلانيه قالوا طب خلدنا نشوف الوقت هذا صار نصيب قعدت مخطوبه شهر يعني طلعت طلعنا مره مرتين ثلاثه نزلنا مره مرتين ثلاثه وصار خلاص وتزوجت بعد ما تزوجت بعشرة ايام 20 يوم صار الحاجز الجدار الموجود الحين البني آدم مهما عاش في أي بلد عربي أو أي مكان لازم يحس بالغربة لازم يرجع لبلده وفعلا يوم الثلاث 9/12/80 رحلنا كله هذا الحي حي تل السلطان جزء الأكبر منه موجود من سكان كانوا ساكنين في سيناء في العريش عشان هذا الكلام كلهيته كانوا يسموا حي العريش لحتى الآن لأنه كلهيتنا احنا جينا من العريش السلام عليكم السلام عليكم مرحبا حجاج كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ عمو في العريش وابو نافس سكن العريش وابو احمد كانوا سكان العريش واخوي كان معايا سكان العريش كلهيتنا موجودين في العريش يعني هو الفصل كان الساعة 12 الظهر أنا كنت في هذاك الوقت في رفح فلسطين في مخيم الشبورة عند دار عمي وقعدت عندهم للساعة يمكن 11 وربع فأجاني عمي وحكى لي رحمة الله عليه قال لي عم السلك حيسكر الساعة 12 بنصح أنك تروح تروح عشان بتخاف يصير مشاكل بتخاف أي حاجة طبعاً ودعتهم وبكيت إلى أن جاءت اللحظة في 25/4 الساعة 12 إلا أنه بالفعل إحنا يعني ما كناش نتوقع الإطلاق أنه بالفعل يتم وضع السور ويتم فصل رفح سيناء عن رفح فلسطين الموجود في رفح سيناء هو موجود في رفح سيناء الموجود في رفح فلسطين هو موجود في رفح فلسطين يعني شيء خلاص يعني شيء موجود وتحقق ما بين الدول تحقق ما بين الاحتلال الإسرائيلي وتحقق ما بين الأخوة في الجانب المصري أنا يا أبو محمد المرة فاتت أخذت الأولاد على الشباب على الحدود وريتهم بيتنا ومكان بيتنا وشافوا المكان وشافوا إيش فيه هناك وصار اللي صار وصوروا وعملوا وزبط الأمور وما وكله شافوه يعني على الواقع أنا صبح الأغا من خان يونس فلسطيني الجنسية من عائلة الأغا وإلنا جماعة في رفح المصرية رفح سيناء
وإلنا رفع في خان يونس وفي غزة كل المناطق في عائلة الأغا. زي ما أنت عارفين أبويا فلسطيني وأمي مصرية، وبتذكر وأنا صغير كنت أروح أنا وأمي نزور أخوالي في رفح سينا من على السلك. بعد الزواج يبقى 20 أو 30 يوم كذا صار الجدار هذا، حطوا السلك بيننا وبينه. كانوا عربات اليهود يشرقوا ويغربوا، وهذول يغربوا ويشرقوا المصريين، وهذا اللي صار. حتى الآن موجودين الحين أهلها وعمامها وأخوالها كلهم في رفح المصيف العريش رفح سينا. أما بنافذ أنت كنت تشتغل في شركة إيجد، وبتشتغل بتوصل الطلبة من المعبر في العريش لغاية مصر. كيف كان الوضع؟ الوضع كان حلو كثير. غريب، أنا طلعت في العريش زي عند أهلي، لما جيت هنا حسيت الغربة. شفت أشهد بالله، أشهد بالله. ما تصدقش الكلام هذا؟ لا بصدق. ما كانش في فرق يا أبو عطل. قسما بالله لما جيت هنا عرفت إني شعرت في الغربة. يا عم أبو نافذ، لما قالوا في سلام بين مصر وبين إسرائيل على أساس يعملوا كام ديفيد، عملوها على أساس يحرروا سيناء مع قطاع غزة كله. نعم. هذا اللي كنا احنا متأملين فيه. فتفاجأوا أهل سيناء وإحنا كمان معهم بأنه المعاهدة وقفت بس على حدود رفح سيناء في 82. هذه كانت مفاجأة وفجعة طبعاً للشعب الفلسطيني وللشعب السيناوي في نفس الوقت. شعوري كويس جداً، ونشكر رئيس السادات على المبادرة اللي قام فيها طبعاً. نشكره طبعاً، بس يجب تقرير المصير للشعب الفلسطيني. يعني كافح ومرير، ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني. يعني في هذا المكان أنا بتذكر يعني في 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 شهر 10 يعني تقريبا سنة 82 كان في هذا المكان حوالي 8 عائلات موجودة في هذا المكان بالذات. هذه العائلات كان السلك موجود في يعني في وسط بيوتها. فالاتفاق مع الجانب المصري مع الجانب الإسرائيلي إنه يتم رحيلهم مباشرة، لأنه هذا بيعيق اللي هو السلك الموجود. هم طبعا فصلوا معنا حوالي بتذكر حوالي 9 شهور او 10 شهور، وتم ردم بيوتهم. انا بتذكر كان لي ذكرى كويسه في هذا المكان، انا التقطت هذه الصوره في هذا المكان بالذات. يعني هذا الردم الموجود هو البيوت الناس هذه اللي كانت موجوده حوالي 8 عائلات. فانا اخذت هذه الصوره، وهنا الان انا موجود في نفس المكان يعني في نفس بتذكر يعني كأنه مبارح الحدث، وهذا الموجود في الجانب الفلسطيني في نفس المكان، موازي نفس المكان. جد لحظات محزن إنه إحنا الآن مش قادرين، وأنا الآن على الجدار وبين رفح سيناء يمكن مش 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 أكثر من 10 أمتار، وأنا لا أستطيع الذهاب. والجندي أزل معاه في الجندي هذا، آمن بالله أخوك مش قادر تروح يا زلمة، هذا مش احتلال وبس، هذه ماسونية إن إحنا نطلع صير. لا ليش طرد إحنا يا زلمة كليتنا شعب دولة واحد، لكن بتقول ليش اسمه. يعطيك العافية. بعد تأسيس الجدار احنا قبيلتنا الترابين انقسمنا عن بعضنا، يعني صرنا حتى يقولوا الناس عنا يقولوا هذول الترابين فلسطين وهذول الترابين سين، مع ان كلنا عيله وعشيره وحده وقبيله وحده وربع واحد، وكلنا اولاد زلمه واحد، وكلنا جذورنا وحده ومنبتنا واحد. وهذه سياسه الامم المتحده
والعالم المخربش هذا اللي بيفصل الناس عن بعضهم. المشكلة مش في البشر، لا يا ولدي، المشكلة في القانون الدولي اللي ما بيراعي الإنسانية، زي ما بيقول المثل القوي عايب، واليوم القوي هو اللي حاكم القانون الدولي. هذا اللي بعرفه، هذا المطلوع في مخيلتي، هذا اللي في ذاكرتي، وهذا عيشتني يعني في سيناء وغزة، هاي حياتي، هذا تاريخنا من أول التاريخ، ما إحنا زي كده. ربنا يهونها علينا على الشعب السيناوي والشعب الغزاوي، ربنا يهونها علينا ويفرجها ربنا من عندنا.